الاقتصاد السوداني يواجه مشاكل كثيرة جدا. نحن دارين نتطرق للمشاكل اللي بتواجهه دي حتى بعد ذاك نشوف الحلول. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كتار جدا بيتكلموا عن المشاكل الاقتصادية اللي بتواجه وتتعملت ندوات وغيرها، لكن الكلام دائما لما يكون دغري دايركت بوين بيكون محتاج شجاعة شوية، ومحتاج في نفس اللحظة في العلاج بتاعه بيحتاج برضو شجاعة للتوضيح في حتة زي دي. فعندنا في الازدواجية، أول نقطة لنا من النقاط اللي هو دي بنلقاها في الازدواجية الموجودة في الاقتصاد السوداني بصورة عامة، وتوزع المناشط والقوى الاقتصادية لعدة محاور، كل محور بيعمل لتكوين، أو كل واحدة من المحاور دي بتعمل لتكوين حولها مركز، فبالتالي القرارات بتكون قرارات مختلفة وتعمل كل واحدة لصالح المجموعة بتاعتها، مما يؤدي إلى عدم خدمة المواطن. وبعدين بتكون في نفس اللحظة لما تعمل كده بتتكون نظام إقطاعي، فلأنه دي مجموعات انتفاعية، فده أحد الأشياء، ده أحد النقاط. النقطة الثانية بنلقى إنه توزع الثروات ذاتها بين فئات قليلة بتتحكم لنا في ثروات البلد المختلفة، من ثروات معدنية وعائدات الصادرات، وتتحكم بالمرتكزات الأساسية والمفاتيح الأساسية للاقتصاد.